السلام عليكم، مساء الخير، مرحبا بالجميع، مرحبا بالمشاهدين. معكم خالد الهريم، وكيل عقاري ورئيس جمعية الوكلاء التجمع الوطني للوكلاء العقاريين. إن شاء الله بحول الله غادي نحاولوا نهضروا على مواضيع الشتاء، وداكشي على حسب طلب ديال المشاهدين والأسئلة ديالهم. هذه أول فيديو غادي نديرو إن شاء الله، وغادي نتحدثوا فيه. لكن هاد لاشين هادي بغيناها تكون اون شين دو ديسكوسيون، ناخذ من عندكم ونديروا ليه دراسة ونوصل لكم. ولهذا اللي عنده شي سؤال او لا عنده شي تدخل يعطيه لينا بار اكري في لي كومونتير، وان شاء الله بحول الله غادي نديروا ليه دراسة ديالو ونحاولوا نديروا ليه فيديو ديالو. ونتمنى من عند الله نشوف هاد الطريقة الجديدة ديال 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 لا ديسكوسيون تكون رياكتيف مستقبلا. هادشي كنديروه حنا في الواتساب او لا كنديروه في الوسائل الاجتماعية، لكن طريقة لاشين غادي تكون ان شاء الله من ستيل جديد اللي غادي نحاولوا نكونوا نديروا فيه ان ديسكوسيون، ماشي انستونطاني، ولكن السؤال اللي غادي نجاوبوا عليه مستقبلا. ولا هاد نهضروا على الامور اللي نتوما تبغيو تسولونا عليها في مسائل العقارية، في مسائل الحاجة اللي طاحت لكم على راسكم نحاولوا نجاوبوا عليها. اللي ما عرفناش نمشيو نقلبوا عليها ونجيو نديروا لها دراسة ديالها ونحطوها، منها نستافدوا حنا ومنها تستافدوا نتوما ان شاء الله بحول الله. وشكرا لكم جميعا ومرحبا.